عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده نعمل حاجه سهله جدا وسهله لسبب واحد بس، خد هو ده الكيس اللي لقيته عندي في الفريزر فوق، مفيش غيره. لقيت كيس اجنحه الدجاج. فانا النهارده زيك هيحط لي المقادير دلوقتي وهخليه هو اللي يعمل، يعني انا هقول له تعمل ايه ويعمل، ان انا مش فاضيه، انا ورايا حاجات بره عايز اعملها، فانا هوريه وهو يحط. خد بقى الحاجات يا زيك. بص يا زيك، عايزه اقول لكم اكتر حاجه بحبها في الدجاجه الجناح بتاعها. بحب الجناح جدا جدا جدا، بحبه قوي، يعني بيبقى بحسه كده مختلف ومميز. الله، بحبه بقى بكل اشكاله، تشيكن وينجز، احب اعمله بروست، اي حاجه يا زيكا. بصراحه بيبقى حلو حلو يعني. فالنهارده احنا هنعمله، هنشويه على الشوايه كمان. الطريقه ممكن تعملوها وتشوه في صينيه في الفرن في طاسه في اي حاجه. اه زيك، حط المقادير. يلا بقى ايه تشتغل. زيكا المقادير بتاعتك ايه هنا؟ معانا بابريكا، ايوه، فلفل اسود، شغل اقصى، معلقه صلصه، ليمونه كامله. وهنا في ايه؟ وهنا في معلقه زيت كبيره. طيب تمام. دي اول حاجه، دي الاجنحه، هو زيكا غسلها وعملها بالليمون وبالخل وزي الفل. هتقطعها ولا تعملها كده؟ هقطعها. تقطعها نصين؟ طيب زيكا هيقطعها نصين بقى ويجهزها لحد ما اروح اعمل حاجه بره واجي لك. اقطعها بقى زيكا كده وجهزها لحد ما اجي لك على طول. زيكا اهو، زيكا قطع اهو. خش يا اخي معلم، ده مين اللي هيصور؟ الشيف زيكا. زيكا على اخر الزمن، زيكا يطلع على اليوتيوب حبيبي. والله هنا شويه زيت. انت زيت الغشاو اللي هو اللي جايب البركه. لا هو انا اللي قلت له حط كله بقى، حط كله يا زيكا. هنحط الصلصه اول حاجه. بسم الله عليك. نستفتح اي حاجه وبعد كده كله هينسى على بعضه كده. الله 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 الله. اللي هو بسم الله ان شاء الله اتشرح في الفيديو. لا فلفل وملح وبابريكا وشغل اقصى وصلصه وزيادة زيت وليمونه كامله. خد يا باشا الليمونه، هي ما اتحطتش لسه. وايه؟ هذه الصدور اللي انت بتعمليها يا ابن عدي؟ بس هنشويها على الشوايه المره دي. اه ان شاء الله حاجز كومبليت. نقص الليمون، يا لهو على رشه الليمون من ايدي شيف سوتي. ونبدا نقلب 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 نقلب. شوف اشرف واقف يتعلم هو كمان. كلنا نتعلم منك يا شيف. ايوه يا باشا، حط بقى يا باشا الاجنحه وتسيبها في التتبيله شويه عشان نشوف اشرف هو اللي هيشوها لنا على الشوايه. حط يا بيه كله تعليمي. شوف اما اقول لك. بينزل بالاجنحه بعد ما الله 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 الله. تتقلب بقى جامد على فكره يا شيف. صدفه الحركات دي بتاعتك انت، هو بيساعدك يعني. يعني هو جاي يعمل مكانك عشان تخططها. ايوه ما هي اللي قايله له كل حاجه. انت حاطه الطبقه الجايبه من عندها من فوق المعلقه. ده مش حاجه واخدينها من المطبخ بتاعكم. طب انت عايز ايه؟ لا مش عايز حاجه، انا بكلم الشيف صدفه. ومالك انت؟ قلب انت بس، انت بتعرف في التقليب بس. يلا اديها ستريتش وسيبها نص ساعه. تمام. اي جساعه كده اهو. يلا يا باشا سك يا بيه، سك على الشبكه يا باشا، على الشبكه، على الصاج، على الشبكه، على اي حاجه يا بيه. ايوه يا باشا. يلا شوف اشرف. حلوه دي اهي، يرصون كده واحد واحد كده عشان تبقى واسعه كده، عشان دينا كلها احلى من كل الجناب. ماشي اوكي. ايوه مش هيقع دول يا عم اشرف؟ لا مش هيقع يا فندم، ده ان شاء الله يا استاذ محمد. ده بياخد نار هاديه ولا نار حاميه؟ لا نار هاديه. نار هاديه. هيقعد على الشوايه قد ايه يا عم اشرف؟ يقول لك هتاخد بتاع 10 دقايق 5 دقايق كده قربت تخش على السوا. الله ريحتها جامده قوي. ما شاء الله عليك يا عم اشرف. الله يخليك. بس الجوانح مشويه على الفحم. Thank you.
جامده والله جامده جامده بصراحه. التتيله مش بتتعمل بره يعني، ها التتيله دي هم لو جربوها لو جربوها بنفس الطريقه دي تعجبهم قوي. ها يا عم اشرف، هانت هانت يا باشا اهو الحمد لله، وياكلوا الف هنا وشفا يعني، يعني طريقه هتعجب يعني اي حد ان شاء الله. بس كده تسلم يا باشا. قعدت بايته وشوه، بصوا عامل ازاي، بصوا الجمال والحلاوه، بصوا الجمال والحلاوه. الله الله الله، تعال ندوق الشيفات بره ولا لا؟ ندوق كريم واحمد. الله حلو قوي سخن. خلي بالك الشيفات دي لو تعملوا بيها هتعجبهم ويشتغلوا عليها. حلوه قوي على فكره، تتبيله روعه، تتبيله روعه، احلى من التتبيله بتاعتكم. تعال ندوقهم بره. خليكم تقيموا زيكا، دوق كده يا احمد. شيء جميل جدا جدا. ايه يا باشا؟ دوق. ده زيت شباب قبل من الشيف. انا مش عاوز اصحى من الصلاه. وبعدين ده مش الصوص بتاعه. ماشي حالك بدايه بايه؟ جيب له كفر تاني كده. بس غلقتونا واحنا قاعدين. حلوه تحفه. ايه رايكم؟ بص مين؟ انت عاملها ولا ايه؟ انا حطيت له المقادير هو اللي عملها. حلو. حضرتك في التتبيله بتاعتها مسعود، الحمد لله على السلامه. ربنا يبارك لك التخدي يا بت، الله يخليك يا مستر عمر، الله يجبر بخاطرك، الله يبارك لك، الحمد لله على السلامه، الله يخليك، ربنا يخليك. حلوه. ندي زيكا 5/10 ولا 0؟ لا تشيكي مني كويس. دوق يا ساره. الله يزيك عليك. الله عليك. اه الواحد مش قادر ياكل. خلاص زيك انت تاخد سيف، خد وقت ود الطبق عند امي. شوف احمد سمير كمان كلمني الكلام خلصان. طب ود الطبق عند امي، ما ندوق امي بقى. يلا ربنا يبارك لك، ربنا يخليك يا مستر عمرو. كل حاجه بنيتك في حياتي في عيالك. هو مرميكي من عند السن. نشوف ماما وسعاد. هاي ايه رايكم؟ رأيكم حلوة؟ دي سلميد اللي عملها. ما تزيدش يا زيكا، ما تزيدش. طب اقول لك ايه، خد ادي كريم واحدة بقى، دوق كريم وكده خلاص. بما يرضي الله. ليه يعني انا كده ما عندوش ضمير؟ لا 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 لا، هو بس عشان ايه؟ هو ايه ده اصلا؟ وينجز؟ حاجة شكل كده. كل وينجز. اي كل وينجز بقى، انجز بقى. خد لك واحدة كده وينجز. ده بيتاكل بالايد. ايوه احمد سيب ياكله بالخله. بالخله؟ اه ماسكها بالخله. لا بقول لك ايه، ما تدفعليش حاجبك. برافو عليك يا زيكا. حلوه. 11/10. يجي منه والله العظيم، يعني تحس ان هو قرب يبقى مشروع. مشروع شيف. برافو عليك يا زيكا، نص يوم خصمش عماد. امين. نشوف الشيف عماد. حلوه وجميله. تتبيله مظبوطه. تتبيله مظبوطه قوي. بس انت حاطط فيها ليمون ولا ملح؟ ليمون. الليمون عالي سيكا قوي فيها. ليمون سيكا صغيرة عندي، بس كتست لا ما شاء الله تسلم ايدك يا سيدي. تبتنك حقيقة يا شيف عماد، ما تعرفش تدوق، الراجل ده ما يدوقش بعد كده هيخسرك. تسلم ايدك، تسلم ايدك، تسلم ايدك يا زيكا، والله حاجة جميلة مشرفة يعني. الله يخليك. ما شاء الله. دوق يا نهى. دوق يا نهى. طمرت فينا التربية. دوق يا نهى. طمرت فيك التربية. أصلا. إيه يعني نخليهم خاص؟ لا مش يوم بقى شيف كريم خلاص، معلش عشان خاطر يومين. يومين.
جميلة والله في حد ما تجمليش. لا لا والله حلو ما شاء الله. لو في حاجة اصل خلي بالك الوصفة متصورة، فلو في حاجة اقول ده الشيف لوحة كانت بالجامل. لا لا حلو بجد. ما يستست. يلا اجري.